يحصل في السب نيوكليس كوداليس. طيب نبدأ بقى النهاردة. After activation of peripheral nociceptors, nerve impulse in the form of action potential convey بتوصل information عن ال intensity وال quality وال temporal features بتاعة ال pain لل CNS. طيب بتوصل لها رسالة ازاي؟ بتكتب لها يعني فرقة؟ والله ال intensity قوية، ال quality مش كويسة، ال C fibers اللي جايباها جايالي من عند الميزيوبكال كاسب اوف ذا مانديبولار مولر، ولا ايه اللي بيحصل؟ لا هي مش بتكتب لها، ولكن الانتنسيتي بتاعه الامبلس بتبقى انكودد باي ذا فايرنج فريكوانسي. يعني ايه الفايرنج فريكوانسي؟ يعني الامبلس بتتبعت كل قد ايه؟ لو ورا بعض ورا بعض يبقى عندي فايرنج فريكوانسي عالي. طيب الكواليتي بتاعه البين بتبقى انكودد باي ذا تايب اوف نيرون اكتيفيتد. يعني هل لو السي فايبرز هو اللي اكتيفيتد هتفرق من الاي دلتا فايبرز؟ طبعا هتفرق. الاي دلتا فايبرز قلنا الوجع بتاعه محتمل، ولكن السي فايبرز الوجع بتاعه سيفير ولا يحتمل. يبقى الكواليتي بتبقى انكودد باي ذا تايب اوف نيرون اكتيفيتد. طيب التيمبرال فيتشر، البين بدا امتى؟ الانست والديوريشن، عن طريق الانست والديوريشن والأوفست of depolarization of the action potential of the peripheral stimulation to the CNS. تمام؟ يبقى بعد ما بيحصل activation للpreferal nociceptors النerve impulse بتروح عن طريق الaction potential عشان توصل لي الinformation to the CNS. الinformation بتوصلها عن intensity قلنا encoded by the firing frequency، الكواليتي encoded by the neuron، the type of neuron activated، temporal feature encoded by the onset duration and the offset of depolarization of the action potential لحد ما توصل الرسالة لل CNS. طيب المدلري دورسال هورن قلنا ليها اسم تاني اللي هو sub nucleus caudalis. most قلنا المدلري دورسال هورن دي بتكون موجودة فين؟ موجودة في البرين ستيم. اوكي، موجودة في الجزء بتاع المظلة في البرين ستيم. طب اسمها مدلري دورسال هورن ليه؟ عشان شبه الدورسال هورن بتاع السباينال كورد. اوكي، ولكن هي مش لوكيتد في السباينال كورد، هي لوكيتد فين؟ في المظلة. طيب يبقى البين بروسيسنج بيحصل في الميدلري دورسال هورن، الاسم التاني بتاعها عشان لو قريتوه في الكتب السب نيوكليس كوداليس. ماشي، الميدلري دورسال هورن بتريلي انفورميشن تو ذا هاير برين سنترز اند سيرف از ذا سايت اوف سيجنال بروسيسنج فروم ذا برايمري افيرنت سنسوري نيرف فايبرز. البرايمري افيرنت سنسوري نيرف فايبرز الاسم التاني بتاعها ايه؟ order neuron. نعم، first order neuron. برافو عليك، first order neuron. اوكي، first order neuron. طيب الراس بتاعتها فين؟ first order neuron cell body. cell body بتاعتها located فين؟ trigeminal ganglion. طب سؤال تاني، هل هي بتعمل synapse inside the trigeminal ganglion مع second order neuron؟ لا، هي راسها بس موجودة جوه الترايجيمنال جانجليون، ولكن الفيرست اوردر نيرون اللي هي البرايمري افيرنت سنسوري نيرف فايبرز بتعمل سينابس في الميدلري دورسال هورن. يعني ميدلري دورسال هورن بيطلع منها السكند اوردر نيرون عشان توصل الانفورميشن فوق تودي على الثالاموس. طيب بيحصل حاجة تاني جوه المدلري دورسال هورن؟ بيحصل البروسيسنج للسيجنال اللي جاية، بيحصل لها بروسيسنج. طيب output from this region اللي هي السبنيوكليس كوداليس أو المدلري دورسال هورن can be increased، فيحصل لي hyperalgesia. decreased، يحصل لي analgesia or misinterpreted، يعني يحصل لي referred pain. كل ده بيحصل فين؟ في الميدلري دورسال هورن. طيب عشان نعرف بقى البروسيسنج بيحصل ازاي، هنقول على الكومبوننتس المتواجده جوه السب نيوكليس كوداليس. الفانكشنال كومبوننتس بريزنت ان ذا ميدلري دورسال هورن انكلود
أول حاجة Central Terminals of Primary Nociceptors بتاعت A-Delta وC-Fibers. Second Order Projecting Neurons. نمرة واحد ده First Order Neuron. نمرة اتنين ده Second Order Neuron. واسمه التاني Projecting Neuron أو Projection Neurons. عندي حاجة اسمها Interneurons. من اسمها كده ان هي موصلة ما بين Primary والAfferent Neurons. أوكي؟ بتوصل ما بين two neurons. وعندي ال terminals of descending neurons. وعندي ال glial cells. اوكي. طيب لو بصينا على الرسمة اللطيفة دي هنبص ان امشوا معايا كده الارو شايفينه؟ شايفين الارو يا شباب؟ السهم واضح؟ السهم شايفينه؟ طيب تمام. ادي البرايمري افرنت نيرونز ماشيه راسها هنا السيل بادي بتاعتها هنا جوه تريجيمنال جانجليون نزلت هنا راحت فين انا عندي كذا نيوكليوس دول اسمهم التريجيمنال نيوكليوس اوكي دول تريجيمنال نيوكليوس اللي موجودين في البرين ستيم عندي ثلاثه نيوكليوس سب نيوكليوس اوراليس وسب نيوكليوس انتر بوراليس بولاريس وسب نيوكليوس كوداليس طيب اللي جايين من الاورال كافيتي بيعملوا سينابس فين في الساب نيوكليوس كوداليس او المنطقه دي كلها حتى بنقول عليها ميدالري دورسال هورن عشان شبه قلنا شبه مين شبه الدورسال هورن اوف ذا سباينال كورد لان هو بيكمل معايا بعد كده طيب يبقى هنا حصل سينابس ما بين البرايمري افرنت نيرون وال projection neurons أو هقولها بطريقة تانية ما بين ال first order neurons وال second order neurons طيب المنطقة دي بيحصل فيها processing وبيحصل فيها إيه؟ السيجنال بتوصل من ال first لل second على ال second عشان ال second order neuron تاخد المسج وتوصلها فين؟ في الثالامس يبقى آدي ال first order neuron تك 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 عمل سينابس في السب نيوكليس كوداليس وبعدين طلعت سكند اوردر نيرون تك 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 عمل السينابس فين في الثالامس طلع مين الثيرد اوردر نيرون اللي هي لونها بيربل الغامقه دي عملت سينابس في الثالامس ووصلت لي ما بين الثالامس والسيريبرال كورتكس طيب الطريق اللي بتمشيه السكند اوردر نيرون عشان تروح لحد الثالامس السكه دي زي طريق مصر اسماعيليه كده او طريق القاهره اسماعيليه او طريق الزقازيق اسماعيليه اسمه ايه الطريق ده اسمه او التراكت اللي بتمشي فيه السكند اوردر نيرون اسمه الترايجيمينو ثلاميك تراكت لانه موصل ما بين الترايجيمينال نيوكليوس أو السنسري نيوكليوس بتاعت الترايجيمنال نيرف وموصل لحد الثالامس فده اسمه الترايجيمينو ثلاميك تراكت ماشي أنا عملت سينابس هنا وطلعت الثيرد أوردر نيرون الصغنونة القصيرة دي لأن هي ماشية مسافة قصيرة ما بين الثالامس والسيريبرال كورتكس طيب الطريق اللي مشيته من هنا لفين؟ القاهرة اسكندرية ده اسمه إيه؟ أو نقول ده القاهرة اسكندرية عشان طويل وده اسمه إيه؟ ما بين الثالامس والكورتكس سلامو كورتيكال تراكت لأنه موصل ما بين الثالامس والسيريبرال كورتكس أوكي يبقى عندي first order neuron second order neuron وthird order neurons السينابس ما بين الfirst order والsecond order بيحصل في الميدالري دورسال هون سينابس ما بين الsecond order والthird order بيحصل جوه الثالامس أوكي ندخل بقى على البروسيسنج اول حاجه احنا قلنا عندنا في الفانكشنال كومبوننتس السنترال تيرمينالز اوف ذا برايمري نوسيسيبتورز البرايمري افرنت فايبرز whose cell body are located in the trigeminal ganglion transmit signals to projection بين قوسين second order neurons via the release of transmitters هو عشان تعمل action potential وتوصل رسالة لازم هيطلع neurotransmitters
طيب النيوروترانسميترز دول definitely will be excitatory neurotransmitters عشان تعمل generation لأكشن potential. طيب مين الاكسيتاتوري نيوروترانسميتر؟ عندي حاجة اسمها الأمينو اكسيتاتوري أمينو أسيد والجلوتاميت والنيوروبيبتايد اللي هو السبستنس بي. قلنا السبستنس بي أول ما اسمع اسمه كده أعرف إن الموضوع فيه بين، والجلوتاميت كذلك بيسبب لي بين. طيب ريسبتورز فور ذيس نيوروترانسميترز بتكون موجودة على البوست سينابتيك ممبرين بتاع السكند أوردر نيرون. طيب هم مين؟ هو الاسبرتات او ان ميثايل دي اسبرتات ريسبتور، ده اللي بيستقبل الاكسيتاتوري امينو اسيد، وعندي الجلوتاميت ريسبتور، مش هقول اسمهم هيكون تقيل شويه وكده كده هتنسوه، الجلوتاميت ريسبتور اللي هتستقبل الجلوتاميت نيورو ترانسميتر والنيوروكينين 1 اللي هو ريسبتور للسبستنس بي. يبقى عندي first order neuron بتطلع excitatory neurotransmitters بتعمل generation action potential في second order neuron. هما مين؟ عندي excitatory amino acid glutamate والsubstance B. طيب لو بصينا للرسمة دي خلينا نركز مع بعض. طبعا ده البرين ستيم، اوكي ده البرين ستيم، ودي المظلة، والحته الصغنونه المربع ده السب نيوكليس كوداليس اللي بيحصل فيه سينابس ما بين الفيرست اوردر نيرون والسكند اوردر نيرون، وبيحصل فيه ايه تاني؟ بيحصل فيه بروسيسنج. في حاجه هنا اسمها لوكاس سيريليس، اوكي، وفي حاجه هنا اسمها نيوكليس رافي ماجنس. طيب ماشي، لو بصينا على الرسمه دي فين البرايمري افرنت نيرونز؟ اهي السي فايبرز اللي لونها مش ماشي، السي فايبرز دي البرايمري افرنت نيرونز او بنقول عليها الفيرست اوردر نيرونز، اوكي. دي مين الزرقاء دي؟ دي الترايجمنال جانجليا. الترايجمنال جانجليا فيها السيل بادي بتاعت الفيرست اوردر نيرون او بنقول عليها السيل بادي بتاعت البرايمري افرنت نيرونز. طيب الراس الكبيره دي الأورنج دي مين؟ دي البروجكشن نيرونز أو بنقول عليها السكند أوردر نيرونز. شايفين هنا بيحصل سينابس ما بين الفيرست أوردر والسكند أوردر عن طريق الريليز أوف نيورو ترانسميتر السبستنس بي والجلوتاميت. جلوتاميت ده اكسيتاتوري أمينو أسيد بيعمل جنريشن أكشن بوتنشال وبتنشيات البين هو والسبستنس بي، أول ما اسمعهم أعرف إن في بين. طيب يبقى شايفين البلاس ده معناه إن أنا عندي كده هيحصل بين، الماينس معناه إن يحصل إنهيبيشن للبين، أوكي؟ أي حاجة فيها ماينس معناها إن يحصل إنهيبيشن للبين. إحنا في أول خطوة في البروسيسنج اللي هي الفيرست أوردر وصل للسكند أوردر عن طريق الريليز أوف نيورو ترانسميتر اللي هم substance B والجلوتاميت. اوكي ندخل على اللي بعده. يبقى اول جزء في البروسيسنج بيحصل ايه؟ بيحصل سينابس. السينابس لازم هيطلع excitatory amino acid glutamate وsubstance B والاثنين مديات البين. طيب اللي احنا معلمين عليهم دي ماشي. في حاجه بقى اسمها الانتر نيرونز. الانتر نيرونز دي لوكال سيركت انتر نيرونز هاف ذا بوتنشال تو افكت ترانسميشن اوف نوسيسبتيف امبلت فروم برايمري افرنت تو بروجكشن نيرونز ديبندنج على الترانسميتر ريليز. ذيس نيرونز هاف ذا ابيليتي تو انهانس اور ديمينيش ذا سيجنال، يعني ممكن يعمل امبليفيكيشن ويعظم قوة السيجنال بتاعت الألم اللي جاية، أو ممكن يعمل لها suppression يعتمد على النيورو ترانسميتر اللي هيطلعه. He can do both inhibition و amplification للبين. طيب يعتمد على إيه؟ يعتمد على نوع ترانسميتر اللي هيطلعه. والله لو هيعمل لي excitation ويعمل لي ألم يزود الألم هيطلع لي excitatory interneurons اللي هم مين؟ الglutamate والسبستنس بي. طيب لو عمل لي انهيبيشن هيطلع لي مين؟ هيطلع لي
الجلايسين أو الجابا اللي هو جاما أمينو بيوتيريك أسيد، أو من اسمه كده اللي هو الأوبيويد هيعمل لي برضو إنهيبيشن ويقلل لي البين سيجنال. يبقى الانتر نيرونز دي لوكال سيركت انتر نيرونز بتوصل ما بين البرايمري والبروجكشن نيرونز، أو ممكن تطلع من السكند برضو توصل للسكند، يعني هي لوكال سيركت. أوكي طيب، لو طلعت جلوتاميت والسبستنس بي هتعمل انهانسينج للسيجنال اللي جاية، لو طلعت جلايسين أو اندوجينس أوبيويد بيبتايد زي الميت انكفالين which is a derivative من الاندوجينس أوبيويد هتعمل لي سابريشن أو انهيبيشن للبين. انتوا معايا شباب ولا فصلتوا؟ دكتور ممكن سؤال؟ اتفضل يا فندم. هو ايه اللي بيكنترول الانتر نيورونز ان هي تطلع يا اما حاجه بتستيميوليت يا اما حاجه بتانهبت البين؟ على حسب بقى كذا حاجه بتعمل لها كنترول. اوكي، منها حاجه بسيطه جدا مثلا زي الانكزايتي ليفل اوف ذا بيشنت. اوكي، لو الانكزايتي ليفل بتاعت البيشنت عاليه هيطلع اكسايتاتوري انتر نيورونز. طيب لو اخد برضو انالجيسكس برضو مش هيطلع لي، هيطلع انهيبيتوري انتر نيرونز. اوكي، يعني اتس مالتي فاكتوريا اللي بتاثر لي الانتر نيرونز، هتطلع اكسايتاتوري ولا انهيبيتوري. البريفيوس هيستوري بتاعت البيشنت، والله هنا المكان ده كل ما باجي فيه بتوجع، فاوريدي بيبقى فيه بريفيوس هيستوري ان ده هيوجعني، فاوريدي بيطلع اكسايتاتوري انتر نيرونز. التوتر، الزعل، كل ده بيأثر على release of the type of neurotransmitter. اوكي okay. طيب يبقى وقت البروسيسنج الانتر نيرونز لإما بتطلع الجلوتاميت او substance B، او بتطلع جلايسين والجابا والاندوجينس اوبيويد بيبتايد وبتعمل لي suppression او inhibition للبين. طيب لو بصينا على الرسمة دي، الانتر نيرونز هنا لونها ايه؟ الأخضر الفاتح دي الانتر نيرونز. أوكي، اللوكال سيركت انتر نيرونز. طيب بصوا، موصلة هنا ما بين البرايمري والسكند، وهنا طلعت سبستنس بي وجلوتاميت، فمعنى كده أن هي تعمل إيه؟ انهانسينج للسيجنال اللي جاية. طيب هنا طلعت لي الجابا أو الجاما أمينو بيوتيريك أسيد والجلايسين، فعملت لي أو ميت انكفالين كمان هنا. هنا طلعت ميتينكفالين اللي هو type of opioid، أو طلعت هنا الجاما أمينو بيوتيريك أسيد أو جلايسين، فهتعمل لي inhibition للسيجنال. أوكي، يعني لإما تعمل inhibition لإما تعمل excitation. طيب ده كمان ممكن يعتمد على إيه؟ على strength بتاعت السيجنال اللي جاية، وممكن يعتمد على ايه تاني؟ على التايب اوف فايبر اللي جايه جايبالي السيجنال، يعني لو سي فايبرز غير اي دلتا فايبرز. طيب نيجي بقى للديسندنج تيرمينالز. The terminal of neurons that descend from the brain structures such as the locus coeruleus والnucleus raphe magnus، دول موجودين جوه البرين ستيم. They tend to inhibit nociceptive transmission at the level of the medullary dorsal horn. A nucleus raphe magnus واللوكاس سيريليوس. اللوكاس سيريليوس دي عارفين بتعمل ايه يا ولاد؟ عارفين دي المصنع بتاع النور ابينفرين. المصنع بتاع النور ابينفرين في البرين ستيم هو اللوكاس سيريليوس. والنيوكليوس رافي ماجنس بتعمل ايه؟ بتعمل ريليز للسيروتونين. عارفين السيروتونين والنور ابينفرين دول بيعملوا ايه؟ بيعملوا ايه؟ يعني ايه علاقتهم بالبين؟ بيقللوه يا دكتور. بيقللوه بالظبط، بتعمل انهيبيشن للنوسيسبتيف ترانسميشن. من اسمه كده السيروتونين ده بيعدل المزاج، تسمعوا عنه؟ اوكي طيب، يبقى التيرمينالز، ذيس تيرمينال ريليز فرايتي اوف نيورو افكتيف ايجنت زي ما قلنا، النور ابينفرين اللي طالع من لوكاس سيريليوس، والسيروتونين اللي هو الرمز بتاعه 5 HT بيطلع من نيوكليوس ريفي ماجنس،
وكمان معاهم بيطلع الاندوجينس اوبيويد بيبتايدز زي الميثينكفالين، وكل ده بيعمل لي سبريشن للبين او انهيبيشن للبين سيجنال اللي جاي. طيب فين هما؟ ادي اللوكاس سيريليس وادي النيوكليس ريفي ماجنس. قلنا اللوكاس سيريليس بتعمل ريليز للمكان حتى اللي بيتصنع جواه النور ابينفرين، هو اللوكاس سيريليس انسايد ذا برين ستيم، والنيوكليس ريفي ماجنس اللي بتطلع لي السيروتونين، وشايفين عندي ماينس معناها ان هي هتعمل سبريشن للسيجنال اللي جايالي. اوكي متابعين معايا يا شباب؟ متابعين معايا؟ يبقى احنا قلنا حاجه بتعمل بروسيسنج. اول حاجه النيورو ترانسميتر اللي بتطلع من الفيرست اوردر نيرون اللي هم سبستنس بي والجلوتامات، وبعدين اول ما قلنا اسمهم كده نعرف ان هم بيعملوا لي اكسايتيشن او بيعملوا لي امبليفيكيشن للسيجنال اللي جايه. طيب تاني حاجه الانترنيرونز، الانترنيرونز قلنا ممكن تعمل انهيبيشن لو طلعت الجابا او الجلايسين او الميثينكفالين، طيب او ممكن تعمل لي اكسايتيشن لو طلعت السبستنس بي او الجلوتاميت. طيب تالت حاجه قلناها اللي هي اللوكاس سيريليس اللي هو المصنع بتاع النور ابينفرين، والنيوكليس ريفي ماجنس اللي بيطلع لي السيروتونين، ودول بيعملوا لي انهيبيشن للبين سيجنال اللي جايه at the level of the medullary dorsal horn. طيب نيجي بقى للجلايل سيلز. الجلايل سيلز play an important role in pain processing system. Following nociceptive input from primary afferent, glia release cytokines such as tumor necrosis factor alpha والانترلوكين 1. أول ما أسمع الأسامي دي tumor necrosis factor alpha وانترلوكين 1 أعرف إن الموضوع فيه إيه؟ فيه pain. طيب as well as البروستاجلاندينز اللي اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت، التلاتة دول وانت مغمض عينك تعرف ان هما هيعملوا لي amplification للبين سيجنال اللي جاية. طيب دول they facilitate the activity of projection neurons. النونستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز potentially could exert part of their analgesic mechanism by acting at this level. يعني هي مش بتشتغل بس preferably، لا كمان بتشتغل جوه المدلري دورسال هورن عند الأماكن اللي بيطلع منها السيتوكينز وكمان البروستاجلاندين، لأن هي بتعمل inhibition للبروستاجلاندينز والسيتوكين ريليس. طيب جاء واحدة يا شباب، ادي الجلايال سيلز وقلنا ان هي بتعمل فاسيليتيشن للبين سيجنال اللي جايه. طيب يبقى احنا عرفنا البروسيسنج بيحصل ازاي جوه الميدالري دورسال هورن، فهمناه كويس؟ فهمناه كويس يا شباب؟ الصوت راح فين؟ تمام يا دكتور. تمام يا دكتور تمام. في أعيده تاني؟ لا يا دكتور تمام هو واضح. لا لا تمام يا دكتور.
اوكي يا شباب. نيجي بقى للريفيرد بين. الريفيرد بين بيحصل ازاي او بيجي منين؟ عندكم فكره بيحصل منين الريفيرد بين؟ احنا كنا قلنا قبل كده العلاقه اللي هي بالسنجل اوردر نيورون. ايه اللي بيحصل؟ بس ان هو في نيورون واحد يعني بيعمل زي يعني كوميونيكيشن بين اكتر من سنه اللي احنا قلنا عليها قبل كده، فلو حصل بين بسبب دوس واحده هيعمل لي اكتر يعني. بس ده مش السبب الرئيسي للريفيرد بين. اوكي ده ممكن يكون سبب من الاسباب. اوكي ولكن السبب الرئيسي ايه بقى؟ السبب الرئيسي للريفيرد بين evidence exists that it is caused by convergence of afferent input from different areas onto the same projection neurons. يعني معظم البين سيجنالز اللي جايه من الفيس، جايه من الاي، جايه من السكين اوف ذا فيس، وكل المنطقه دي بتروح تعمل كونفرجنس فين؟ في المدلري دورسال هورن، بتعمل كونفرجنس هناك. يعني كلهم بيضموا يعملوا كونفرجنس هناك، وممكن بعضهم يعملوا كونفرجنس في السيم بروجكشن نيرونز. طيب بيحصل لخبطه لو انا حاسه بين مثلا في الساينس، ممكن احسه في الماكسيلاريتيز مثلا، فده بيحصل، ده بيخليني يحس بين في مكان هو مش اوريجينيتنج منه اصلا. يبقى 50% of subnucleus caudalis receive neurons conversion neurons من sensory input من cutaneous and deep structure. طيب يبقى كله بيعمل convergence في ال subnucleus caudalis، فبيحصل ايه؟ referred pain. يعني احس pain في مكان هو مش جاي فيه. يعني مثلا عندي pain في irreversible palpitis في المكسيلري premolar، ممكن احس بالpain في المكسيلري second molar مثلا. اوكي وممكن احس بالبين في المانديبولار ارش، ولكن في السيم سايد. ليه في السيم سايد؟ الريفيرد بين ما بيعملش كروسنج للميد لاين. حد يقدر يقول لي ليه؟ عشان دكتور عشان خاطر الانرفيشن بيبقى ان في انرفيشن للرايت سايد وانرفيشن للليفت سايد. لا هو انا عندي سب نيوكليس واحدة أخدالي من الناحيتين، يعني هي سب نيوكليس واحدة، السب نيوكليس كوداليس هي واحدة أخدالي من اليمين والشمال. مش هي اتنين يا دكتور؟ نعم اتنين 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 لكل مين؟ أنا قصدي كده اتنين لكل ناحية. أوكي عشان كده الريفيرد بين ما بيعملش كروسنج للميد لاين. يعني الناحية اليمين بتصب عند سب نيوكليس كوداليس في الرايت سايد، والناحيه الشمال بتصب في سب نيوكليس كوداليس في الليفت سايد. اوكي طيب يبقى evidence exists that it is caused by convergence of afferent input from different areas onto the same projection neurons. كله بيلم مع بعض، حتى لو شفتوا المنظر هتلاقوه، شايفين المنظر جاي من الاي، جاي من الساينس، جاي من السكين، كله معدي من تراجمنال جانجليون، شايفين عامل ساينابس عند واحده من البروجكشن نيرونز اللي موجوده جوه السب نيوكليس كوداليس، كله لامم عامل كونفرجنس، فبيحصل لخبطه في السنسوري انبوت. والله لا انا مش عارفه البين رايح فين، انا ما بحس بالصداع النصفي، بياخد نص وشي كله. اوكي طيب ده it's type برضو of referred pain. وقلنا ما بيحصلش crossing للميد لاين لان انا كل side of the face للنيوكليس بتاعته. يعني عندي اتنين sub nucleus caudalis، واحدة for the right side، واحدة for the left side.
في حاجة بقى مهمة قوي اسمها central sensitization. Central sensitization is defined as an increased responsiveness of central nociceptive neurons to peripheral stimulation. The process is initiated by a barrage of nociceptive impulse from peripheral C fibers. يعني بيحصل لي prolonged and intense input to the second order neuron. لو أنا عندي severe insult, okay, أو noxious stimulus, عمل stimulation قوي جدا للC fibers. يعني عندي deep cares وصل عمل encroaching على البالب نفسه, دخل في البالب نفسه مش بعت توكسينز, البكتيريا نفسها بقت موجودة جوه البالب, فده معنى كده ان انا عندي intense input, ده هيعمل لي prolonged intense input للسي فايبرز, impulse هتفضل رايحة بسرعة تعمل لي barrage, يعني فوج او افواج من الامبلس جايه من البرايمري افرنت بتقول لك الحق في مصيبه في المكان ده. طيب الافواج اللي جايه من السي فايبرز واللي جايه لي من البرولونجد وانتنس انبوت هتعمل لي ايه؟ هتعمل لي سنسيتايزيشن في السنترال سنترز في البرين. فمعنى كده ان البيشنت هيفضل حاسس بالم شديد حتى لو الاستيمولس ما كانش موجود. The second order neuron becomes sensitized with resultant amplification. بيحصل بقى في الحالة دي amplification. كل الحاجات اللي بتعمل لي excitation زي الانتر نيرون زي الجلايل سيلز هتقعد تعمل amplification للسيجنال اللي جاية. الناتج هيحصل لي central sensitization ان البين هيفضل مستمر even with the take of analgesics و anti-inflammatory. البين بيفضل مستمر مع البيشنت. يبقى second order neurons become sensitized with resultant amplification of the neural impulse transmitted to the higher brain centers. مين اللي بيعمل amplification؟ قولوا لي ثلاث حاجات بتعمل amplification. يلا كل واحد يقول واحدة. ها glial cells. اوكي مين تاني؟ الانترنيورونز. مين تاني؟ increase receptive area. لا نعم self-country. مين قال ايه؟ مين تاني؟ في ثلاث حاجات هيعملوا amplification. self-country substance B هيطلع منين؟ من مين؟ لا علاقة تظهر بإنكريز الريسبتيف أريا؟ لا أنا دلوقتي في حتة البروسيسنج بقولك في الميدالري دورسال هورن هيحصل amplification لو أنا عندي prolonged intense input جاي من السي فايبرز. أوكي بيحصل amplification للسيجنال اللي جاية. طيب بيحصل amplification فين؟ في الميدالري دورسال هورن. مين بيعمل amplification؟ البرايمري افيرنت itself زي ما قلت انت بتطلع سبستنس بي, الانتر نيرون itself هتعمل لي amplification هتطلع سبستنس بي والجلوتامات والجلايل سيلز كمان هتعمل لي amplification. اوكي يبقى ثلاث حاجات هيعملوا لي amplification للسيجنال اللي جايه جوه السكند اوردر نيرون, الجلايل سيلز, البرايمري افيرنت itself والانتر نيرونز. طيب from projection neurons to the thalamus. يلا احنا كده خلصنا الفيرست اوردر, عمل سينابس مع سكند اوردر في الميدالري دورسال هورن. هيطلع بعد كده من البروجكشن نيرون تو ذا ثالاموس, ده مين؟ السكند اوردر نيرون هيطلع عشان يعمل سينابس في الثالاموس مع الثيرد اوردر نيرون. يبقى ذا سيل بودي اوف ذا سكند اوردر اللي هي البروجكشن نيرون في الترايجيمينال بين سيستم ار فاوند في الميدالري دورسال هورن. Their process cross the midline and project rostrally to the thalamus via the trigeminothalamic tract. يعني بتطلع لورا وبعدين تلف لفوق عشان تعمل synapse مع third order neuron جوه الثالاموس عن طريق انه سكة
سكة الترايجيمنو ثلاميك تراكت. أوكي؟ أدي الترايجيمنال جانجليون، ودي البرايمري افرنت نيرونز بتاعت المكسيلري والمانديبولر والأوفثالميك برانش، كلهم بيعدوا من الترايجيمنال جانجليون، والسيل بادي بتاعتهم موجودة جوه، بيعملوا ساينابس مع السكند أوردر نيرون في الميدالري دورسال هورن، أو بنقول عليها اسم تاني سابنيوكليوس كوداليس، وبعدين زي كروس الميدلاين وبروجكت روسترلي، يعني بيطلعوا ناحية الراس، يمشوا في أنه سكة، في سكة الترايجيمينو ثلاميك تراكت، رايحين لفين؟ رايحين للسالاموس. أعيد تاني، first order أهو، سينابس هنا مع second order أهم، second order بتمشي إزاي؟ بتكروس الميد لاين وتطلع ناحية الرأس، يعني روسترلي، روسترلي يعني ناحية الرأس لفوق، عشان رايحة لمين؟ رايحة في السلامس عشان تعمل سينابس مع third order نيرون، عشان توصل الرسالة اللي هي جايباها عن البين. طيب نيجي بقى لآخر خطوة اللي هي اللي هيحصل فيها البرسبشن. دكتور ممكن سؤال؟ اتفضل يا فندم. معلش في الحتة اللي فاتت دي احنا قلنا في ثلاث حاجات بتعمل امبليفيكيشن، كان ايه هما؟ ثلاث حاجات بتعمل امبليفيكيشن للسيجنال. اول حاجة البرايمري افرنت نيرونز اتسلف، لما يبقى عندي انتنس انبوت جاي من السي فايبرز سبيسيفيكلي، هيعمل لي سينابس مع سكند اوردر نيرون، وهيطلع كميات كبيره من السبستنس بي والجلوتامات، فيعمل لي اكسايتيشن او امبليفيكيشن للسيجنال. تاني حاجه مين؟ الانتر نيرونز. قلنا الانتر نيرونز ممكن تطلع اكسايتاتوري نيورو ترانسميتر، ممكن تطلع انهيبيتوري نيورو ترانسميتر، ديبندنج على ايه؟ ديبندنج على السترينث بتاعت السيجنال، التايب بتاعت الفايبر اللي جايباه للسيجنال، وكمان الليفل اوف انكزايتي اوف ذا بيشنت. طيب لو انا عندي السي فايبر جايه بانتنس وبرولونجد انبوت، الانتر نيرونز هتطلع لي اكسايتاتوري نيورو ترانسميترز، فهتعمل لي امبليفيكيشن للبين. مين تاني؟ قلنا الجلايال سيلز كمان بتعمل لي امبليفيكيشن للسيجنالز. اوكي، احنا قلنا حاجتين بس تقريبا بيعملوا انهيبيشن، هما مين؟ نور ادرينالين وسيروتونين. اللي جايين من عند مين؟ لوكاس مش عارف ايه، لوكاس سيريليس ونيوكليس ريفي ماجنس. اوكي، اللوكاس سيريليس قلنا بتطلع نور ادرينالين، والنيوكليس ريفي ماجنس بتطلع سيروتونين، دول على طول بيعملوا انهيبيشن. مين تاني بيعمل انهيبيشن او عنده القدره انه يعمل انهيبيشن؟ الانتر نيرونز، بس يعتمد على كذا حاجه، كذا فاكتور بتعتمد بتتحكم في الانتر نيرونز، هتطلع اكسايتاتوري نيورو ترانسميترز اور انهيبيتوري نيورو ترانسميترز، ولكن عندها الكابابيلتي ان هي تعمل اكسايتيشن او انهيبيشن للبين. اوكي، يبقى ثلاث حاجات بيعملوا لي امبليفيكيشن للسيجنال، البرايمري افرنت، الانتر نيرون في حاله البرولونجد والانتنس انبوت، والجلايل سيلز، كل ده هيعمل لي امبليفيكيشن للسيجنال عند الليفل بتاع السكند اوردر نيرون، يعملوا لي سنسيتايزيشن للسكند اوردر نيرون، يعملوا لي سنترال سنسيتايزيشن، يعني الحته دي هتفضل وجعاني وزاوت ستيمليس، والبين ويل بي سيفير اند ات كود نوت بي ديكريزد باي الانالجيسكس، وده بيحصل في حاله الاكيوت او السيمتوماتيك ريفرسيبل بالبايتس. تمام، فتحي اللي كان بيسأل. يا دكتور تمام، شكرا جدا. تمام كده، اوكي. طيب احنا مشينا لحد فين؟ قلنا السكند اوردر نيرون، انت كان الانترنت فصل عندك او حاجه؟ الصوت مغوش كده شويه، ما سمعتش باقي الكلام. طيب احنا قلنا الفيرست اوردر نيرون السيل بادي بتاعتها في الترايجيمنال جانجليون، وبتعمل اول سينابس ليها في سب نيوكليس كوداليس او الميدالري دورسال هور مع السكند اوردر نيرون، وقلنا الحته الخضراء دي كمان بيحصل فيها ايه؟ بروسيسنج. بعد كده ايه اللي بيحصل؟ السكند اوردر نيرون بتعمل كروسنج للميد لاين، بتعدي الميد لاين اند بروجكت روسترلي ناحيه الراس لفوق، عشان تعمل سينابس
مع third order neuron inside the thalamus. Okay. طيب. From the thalamus, a third order neuron relay information to the cerebral cortex via thalamocortical tract. قلنا السكة اللي بتمشي فيها اللي هي اسمها thalamocortical tract من اسمها نقسمها شقين. الأول جاي من الثالامس ورايح للcerebral cortex عشان كده اسمها thalamocortical tract. أول ما السيجنال توصل للcerebral cortex the input may be perceived as pain. دلوقتي أقول إن أنا عندي pain. أوكي. طيب الـ perception. The final anatomic step in the trigeminal pain pathway relies on rely on neurons that leave the thalamus and extend to the cerebral cortex. Memories of previous pain experience provide a framework by which similar new experiences are judged and serve to shape the patient's response to a given stimulus. لو بصينا للرسمة دي اوكي ده مين؟ دي trigeminal nucleus. اوكي ودي دي thalamus. اوكي ودي ال third order نيرون طالعة من الثالامس للسريبرال كورتكس اللي هي اللي أنا ماشية عليها دي. أدي الثالامس وأدي السريبرال كورتكس وأدي ده الثلامو كورتيكال تريكت. أوكي دي الثيرد أوردر نيرونز. طيب هل الأنكزايتي بتزود البين؟ طبعاً the anxiety level of the patient at the time of treatment has been shown to affect not only the patient response to pain experienced during treatment ولكن the tendency of the patient to recall the experience as painful or unpleasant even 18 months after the treatment. The clinician should do everything possible to control the patient anxiety level prior to the endodontic treatment. لازم نركز على القصة دي. أنا باخد بالي كتير إن أنتوا في العيادة ما بتهتموش إن أنتوا تتكلموا مع البيشنت أو تفهموا البيشنت أنتوا حتى الستبس اللي هتعملوها إيه. أول ما البيشنت يدخل لازم أحاول على قد ما أقدر إن أنا أقلل الليفل أوف أنكزايتي. هشرح له بالراحة هنعمل إيه وهطمنه لأن كل ده هيأثر على البين وقت التريتمنت وكمان البوست أوبريتيف بين. A positive and caring attitude, pharmacological intervention may help reduce anxiety and hence the pain. عشان كده زي ما أخدته في المحاضرة بتاعت الثيرابيوتكس مع دكتور محمد ربيع ساعات بندي anti-anxiety drugs زي إيه؟ عشان نقلل الـ level of anxiety لأن الـ level of anxiety بيعمل amplification للـ pain signal فبيزود لي سواء الـ pain during الـ treatment وكمان after treatment. زي ايه يا شباب الانتي انكزايتي اللي احنا بنستعملهم؟ الانتي اكزامبل للانتي انكزايتي دراجز. مش انتوا اخدتوا الانتي انكزايتي ولا اخدتوا ايه؟ اخدتوا الانتي انكزايتي دراجز يا شباب؟ نعم يا دكتور. ما خدتوش؟ اخدتوا ايه في الثيرابيوتيك؟ اخدتوا الانتي بايوتكس والانالجيسكس بس؟ لو اتكلمنا عن الانتي انكزايتي اتكلمتوا عن الانتي انكزايتي زي ايه الانتي انكزايتي زمان كنا بنستعمل دايازيبان تقريبا بالظبط او نوعها البنزوس البنزو دايازيبانز زمان كنا بنستعمل باربيتوريتس ولكن الباربيتوريتس بتعمل ريسبيراتوري ديبريشن فبطلنا نستعملها بنستعمل الدايازيبانز البنزو دايازيبانز ممكن أدي البيشنت قبل التريتمنت لو هو من النوع اللي بيحس بالألم جدا أو متوتر جدا ممكن أديله بنزودايازيبينز
تابلتس قبل ما يجيلي بساعة to control level of anxiety، وهديله كمان حاجة تانية لو عنده irreversible palpitis عشان ايه؟ عشان هتحكم في post operative pain، لان sometimes قلنا البروستاجلاندينز والإنفلاماتوري ميدياتورز بتعمل ايه سنسيتايزيشن للتترادوتوكسين ريزيستنس صوديوم شانلز، فاللوكال انستاتيك ممكن ما يبقاش وركينج ويل وقت التريتمنت، فبديله نون ستيرويد الانتي انفلاماتوري دراجز عشان اعمل انهيبيشن للإنفلاماتوري ميدياتورز فالانستاتيك يشتغل افضل واعمل كنترول افضل للبوست اوبريتيف بين. حد ليه سؤال النهارده؟ موضوع كان تقيل ولا كان كويس؟ محدش بيرد ليه؟ عايزيني أعيد حاجة تاني؟ أعيد حاجة تاني يا شباب؟ انتوا عندكم محاضرة تانية دلوقتي؟ عندنا محاضرة بيضاء يبدو دلوقتي. طيب اوكي، المره الجايه هعمل لكم راب اب وهرسم لكم على الوايت بورد كده الفكره. نعم بتقولي ايه يا خالد؟ قول علي صوتك. خالد بتقول ايه؟ حد بيقول حاجه؟ السلايد الاخيره بس بتاعت الانزايتي بعد اذنك. عايده تاني انت عندي وحش. لا السلايد بعد اذنك. حاضر. قلنا الليفل اوف انكزايتي اوف ذا بيشنت بيعمل امبليفيكيشن للبين سيجنال اللي جايه. طيب لما عشان كده لازم اتحكم في البين سيجنال، اوكي، في الانكزايتي عشان اقلل البين. قلت ممكن ندي قبل الروت كانال تريتمنت ممكن ادي البيشنت انتي انكزايتي دراجز زي البنزودايازيبين عشان اقلل الليفل اوف انكزايتي. لما تقلل الليفل اوف انكزايتي هتقلل البين سواء البين during treatment وكمان البوست اوبرتيف بين. اوكي طيب خلونا نكمل المره الجايه. اتفضلي يارا. اتفضلي. هو بس ممكن حضرتك تبعت لنا البي دي اف تاني بس الصور متشاله من على الكلام. حاضر من عينيا. شكرا جدا. اوكي يلا جود لك. ولو حد مش فاهم حاجه يا ريت تقولوا لي في اول المحاضره المره الجايه. احتمال المره الجايه لان انا مش عارفه اتفق ان انا اديكم المحاضره اديكم الامتحان فيس تو فيس، فممكن نعمله المره الجايه على جوجل شيتس او حاجه. اوكي لان زميلكم اسمه ايه احمد؟ مين الكورس كوردينيتور بتاعكم؟ دكتور احمد فكري ما ردش عليا في ميعاد، فموست بروبابلي هنعمله اونلاين المحاضره اللي جايه. اوكي في نص المحاضره اللي جايه. الكويز يا دكتور ولا ايه بالظبط؟ الكويز مش كويز، هو بيتاخد على نمر من اعمال السنه. يا شباب يعني يا دكتور يبقى المره الجايه في المحاضره في ال هكمل بقيه المحاضره وبعدين هنحمل الامتحان. اوكي يا دكتور. اوكي يلا سي يو باي باي. شكرا دكتور. يا دكتور بعد اذنك.